أقر اجتماع اللجنة الأمنية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن على رفع الجاهزية ودرجة الاستعداد القتالي والأمني، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى. وأشادت اللجنة في اجتماعاتها برئاسة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل بالنجاح التي حققته الحملة الأمنية التي تشارك فيها قوات من محور تعز والشرطة واللواء 22 ميكا في إلقاء القبض على بعض المطلوبين. وناقش الاجتماع مستجدات الأحداث الأمنية الأخيرة ووضع حلول ومعالجات سريعة لها بتعاون ومشاركة الجميع لإنجاح الحملة الأمنية التي تتعقب المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون والمتورطين في قضايا الاغتيالات والاختطافات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد محمد المحمودي نائب مدير شرطة محافظة تعز. بداية مساء الخير سيد محمد، يعني اجتماع اللجنة الأمنية يعني أبرز القرارات التي صدرت عنه رفع الجاهزية ودرجة الاستعداد القتالي والأمني، وذلك يعني تزامن مع اقتراب عيد الأضحى، ما هي، هل هناك قرارات يعني غير هذا القرار؟ تم اجتماع اللجنة الأمنية يوم أمس بقيادة خالد المحور، نعم، اللواء ضفنا خالد فاضل، وذلك لتدارس الأوضاع الأمنية المتدهورة التي داخل التي تتعرض لها تعز. نعم. تدارس خارطة أمنية وحملة أمنية تواجه هذا الانفلات، وكذلك في أيام العيد المبارك. نعم. يعني هل هناك، بما أنه تم يعني إقرار الجاهزية، رفع الجاهزية ودرجة الاستعداد القتالي، هل هناك قوات وإمكانات كافية لتنفيذ هذه الخطة الأمنية؟ تعتمد هذه الخطة الأمنية على قوات وإمكانات الجيش الوطني. كما تعلمون بأن الجهاز الأمني في محافظة تعز تم تدميره تدمير منهج، لا يمتلك أي إمكانية حقيقة إلا الارتكاز على الجيش الوطني ومقاتلي الجبهات. نعم. نعم تفضل. نرفع الجاهزية وذلك لوصول معلومات شبه مؤكدة على أن المخلوع يحضر لعمل ما في ايام العيد تواكبا مع خلاياه النائمه داخل محافظه تعز. نعم، الان يعني ربما يعني هناك نريد ان نسالك حول الاستجابه المجتمعيه في تعز، هل هناك اي تنسيق لتفعيل الدور الشعبوي ضد الارهاب؟ هناك استجابه رائعه لدى محافظه تعز، ومحافظه تعز وسكان محافظه تعز هم نعم مجتمع غير حاضر وغير قابل لهذه الافكار المتطرفه التي اتت دخيله على هذا المجتمع. فالكل يلتف حول جهاز امني وكذلك حول الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه لمكافحه هذه الافه الدخيله على محافظه تعز واهل محافظه تعز. نعم، العقيد محمد المحمود نائب مدير شرطه محافظه تعز، شكرا لك.